عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم بالحضور اليوم في الجلسة الحوارية حاجة الصحفيين وجود أندية نظمها نادي الشارقة للصحافة، يتحدث فيها الإعلامية الكبيرة القديرة الأستاذة حصة العسيلي، أول إعلامية إماراتية الملقبة عن جدارة بلقب أم الإعلام، والدكتورة الكاتبة الإماراتية الدكتورة عائشة سلطان. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة. إن شاء الله الجلسة بتكون لمدة ساعة 45 دقيقة جلسة حوارية مع الأستاذة والدكتورة، وآخر ربع ساعة إن شاء الله بتكون عبارة عن تلقي أسئلة إذا كان في حد عنده أسئلة إن شاء الله. اسمحي لي يا دكتورة نبدأ الأول مع الأستاذة حصة. أستاذة تفضلي. كلاكما أهل للثقة والله يا دكتورة أستاذة. الله يكرمك. بداية دكتورة، كيف ترين أهمية وجود الأندية الصحفية كواحدة من المؤسسات الإعلامية المساندة في دعم مسيرة العمل الإعلامي والتطور الكبير الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في دولة الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا. أول شيء طبعا لازم نشكر إدارة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على الجلسة، على الاستضافة، على طرح الموضوع، وكل الشباب القائمين على تنظيم المنتدى لهم التحية، وإن شاء الله الله يبارك في هذا الجهد. الآن نحن نتكلم عن دور نوادي الصحافة. بداية نحن في الإمارات هذا ثاني نادي صحافة. نادي الصحافة الأول هو نادي دبي للصحافة اللي أنشئ عام 2000، واليوم عندنا نادي الشارقة للصحافة. هل نحن بحاجة إلى نوادي أكثر؟ هل نحن بحاجة أصلاً إلى نوادي للصحافة؟ يمكن بعض الصحفيين يطرحون هذا السؤال، ليش في أندية صحافة؟ لازم نعرف أول شيء أن نوادي الصحافة هي موجودة في كل العالم. نوادي الصحافة عبارة عن تجمعات أو روابط اجتماعية أو أماكن اجتماعية للصحفيين، لأن في المقابل روابط وتجمعات مهنية اللي هي جمعيات الصحفيين ونقابات الصحفيين وإلى آخره. هذه تهتم بالارتقاء بالمهنة، بالدفاع عن حقوق الصحفيين، بتكريس أخلاقيات الصحافة، الدفاع عنها، مواثيق الشرف إلى آخره. هذا الأمر لا تقوم بالنوادي، لأن هذه أمور حرفية أكثر، مهنية أكثر، تهتم بصميم مهنة الصحافة. أندية الصحافة يقوم عليها موظفين إداريين طبعاً ملمين أكيد بعالم الإعلام بشكل عام، سواء كان صحافة أو إذاعة أو تلفزيون. ولذلك أنتم تلاحظون لما يكون في فعاليات من هذا النوع يكون في إعلاميين من كل وسائل الإعلام. فنوادي الصحافة وإن كانت تحمل اسم صحافة إلا أنها مظلة أوسع من التجمع النقابي أو التجمع المهني اللي هي الجمعية أو الرابطة أو النقابة وإلى آخره. الآن ماذا تفعل النقابة أو الرابطة أو الجمعية وما تفعل مثلاً أندية الصحافة؟ أنا لما أروح الجمعية أروح لأني متضرر، أروح لأني أبغي مثلاً أحصل على ارتقاء بمهنتي كصحفي، أبغي أستفيد من علاقات الجماعة اللي يديرون النقابة وإلى آخره، في أني أخذ دورات على سبيل المثال، في أني أنا ممكن أنضم عن طريقهم إلى مؤسسات إعلامية في الخارج ترتقي بأدائي، بوظيفتي، بمهنتي، إلى آخره، أطلع على آخر المستجدات. أندية الصحافة هي أماكن تكمل ما تقوم به الجمعيات والروابط، بس في إطار أكثر مرونة، يمكن في إطار اجتماعي. يعني أنا الآن أبغي مثلاً أدي وظيفتي أو عملي أو الآخرة في جو شوية حميم، أو في جو من الـ من الـ من الـ من المودة أو من المرونة وإلى آخره، فأنا أسير النادي يوفر لي مثلاً أماكن لطيفة، يوفر لي خدمات اللي هي الكمبيوتر والواي فاي والمدري إيش وكذا. زمان لما كان أيام الفاكس والناس اللي يجون من الخارج مثلاً الأجانب يبغون
يطرشون شغلهم أو يبعثون أعمالهم لصحفهم أو لمؤسساتهم فيحتارون وين يروحون مثلاً. أذكر نحن لما في بداية الألفين كنا بعدنا نكتب بالورقة والقلم ونبعث بالفاكس وإلى آخره، فلما كنا نسافر كنا نجد صعوبة في إيجاد مكان إن إحنا نبعث موادنا من الخارج أو مقالاتنا، فكنا يعني نقطع مسافات ونبحث ونجد وإلى أن نجد مكان ممكن نبحث منه بهذه المواد لمؤسساتنا. نادي الصحافة هو المكان اللي المفروض يقدم هذه الخدمات، جزء من عمل نادي الصحافة إن يقدم سيرفيس حق للصحفيين بحيث يسهل لهم هذا العمل. مثلا ما تقوم بجمعية الصحفيين، جمعية الصحفيين مش هذا شغلها، ليس تكبرا على العمل لكن لأن هناك أعمال ووظائف وأهداف قامت الجمعية أو النقابة عشانها، بينما النوادي تقوم بطبعا أعمال كثيرة ليس هذا فقط بين الحديث عنها بعد ذلك، لكن الجانب الخدماتي والجانب الجو الاجتماعي والصحفي من كثر ما يعني ما شاء الله مهنته تستقطب وقته كله وتاخذ وقته كله، فبعد يحتاج الى لقاءات شوي خارج اطار الجريده، يعني يبغى يجلس ويا ربعه في مكان، فبدال ما يصير يجلس في كوفي بدال ما يجلس في كذا يجلس مثلا في مكان يجمع كل ابناء المهنه في مكان واحد وبجو شويه اكثر هدوءا وحميميه من جو الجريده وجو العمل والى اخره. تمام يا دكتوره. تحدثت الدكتوره يا استاذه حصه عن دور الاجتماعي اللي بتقوم به الانديه الصحفيه في دعم الصحفيين واثرهم وانهم ما يخلقوا بيئه خارج نطاق العمل، بيئه حميميه تدعم على الراحه النفسيه. وهناك جزء اخر يعتبر انه جزء مهم في كافه الوظائف او في قطاع الحياه بشكل عام، الثقافه والفكر لا ينفصلان عن اي مهنه او اي وظيفه. حضرتك كيف ترين اهميه الانديه الصحفيه في دعم الدور الثقافي والوعي وتشكيل الوعي الايجابي واطلاع الصحفيين على واقعهم ومستجدات المهنه بشكل مستمر؟ اولا اشكر طبعا اولا احييكم وشكرا على حضوركم واشكر القائمين على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وايضا القائمين على نادي الشارقه للصحافه اللي الحقيقه دائما حريص على انه هو يستقطب من يستطيع ان يضيف كلمه او راي او ان يساهم في صناعه حدث. نحن اليوم في هذا المكان، لا أنا كإعلامية أعتقد أنني معنية بالإذاعة والتلفزيون، لكن الصحافة طبعا هي شغف، بالتالي أن أتحدث عن نوادي خاصة بالصحفيين أنا بتحدث عنها من منطلق إنساني وليس من منطلق مهنة. أنا أعتقد أن الصحفي الحقيقي وليس المتعاون، صحفي المسكون بشغف الصحافة، أعتقد أنه هو يحتاج إلى متنفس، يحتاج إلى واحة ليستريح فيها من عناء الركض وراء الأخبار، وهي معروف الصحافة مهنة المتاعب. الآن كل الإعلاميين أصبح الإعلام بالنسبة لهم مهنة متاعب، فمن هذا المنطلق أنا أؤيد أن يكون هناك نوادي، لكن تمس الجانب الإنساني للإنسان الإعلامي سواء كان في التلفزيون أو الإذاعة أو في الصحافة. طبعاً جرى العرف على أن يكون في كل العالم هناك نوادي للصحافة، ما أدري هل لماذا أغفل دور الإذاعة والتلفزيون والعاملين بها، لكن إن شاء الله نتمنى من نادي الشارقة للصحافة أن يضيف هذا الاهتمام لجميع الإعلاميين بحيث أن يكون نادي الشارقة للصحافة هو المظلة التي تضم كل الإعلاميين وتحقق لهم واحة واستراحة من عناء الكد في مهنة المتاعب. تمام يا أستاذة. الجزء النفسي أو الإنساني طبعاً عامل مهم جداً في كل الوظائف أيضاً.
وهنا طالما اتكلمنا عن الانسانيه ينبغي ان احنا نتكلم عن ايجابيه الشخص وسعادته. حضرتك ازاي شايفه ان الانديه الصحفيه تساهم في تعزيز الايجابيه والسعاده لدى الصحفيين والعاملين سواء من خلال الملتقيات او الحوارات او المنتديات الحواريه او الجلسات التفاعليه اللي تبث في روحهم السعاده والايجابيه؟ انا اعتقد ان اللقاءات الانسانيه هي تتوج كل هذه المعاني، لان ان يلتقي الانسان بالانسان متجردا من التزامات الوظيفه فهو سيكون اكثر اريحيه وسيقدم من كما يقولون من ذاته ويعطي من ذاته، لان في المكان الامثل ان يبدع وفي نفس الوقت لا يتقيد بوظيفه، لا يتقيد بشروط وظيفيه، سيكون هناك مجال ان يتحاور انسان لانسان. ولهذا انا ادعو لاقامه هذه النوادي. انا انظر لها من ناحيه كما يقال عند الاجانب الكومفورت زون، ان احنا ممكن هذه النوادي تكون هي نقطه الاستراحه او الراحه للانسان، لكل اعلامي ولكل انسان ايضا. هو ممكن يستقطب اساتذه واصحاب فكر من كل الاماكن، قراء وكتاب ايضا من كل الاماكن. النوادي لن تخصص فقط، هي تحمل هذا المسمى، لكن ممكن ان تعطي الجميع. تمام يا استاذ. دكتوره عائشه، طبعا زي ما حضرتك عارفه الانديه الصحفيه طبعا او النقابات العماليه او النقابات المهنيه دايما بيكون مندرج تحتها عده اقسام، قسم اجتماعي، قسم تطويري، قسم تحفيزي، وعده اقسام تساهم في النهايه في خلق انسان سعيد وايجابي وقادر على تاديه مهنته بشكل جيد. لو اتكلمنا عن الجانب التطويري، هل الافضل ان يكون التطور والتعلم فقط من خلال الممارسه، سواء كانت ممارسه صحفيه او اعلاميه او في اي مهنه اخرى، ام الى الجانب التطويري في من خلال ورش العمل والندوات والدورات التدريبيه التي تقيمها المؤسسات المسانده الاعلاميه زي نادي الشارقه للصحافه والمؤسسات والانديه الصحفيه بشكل عام؟ طيب خلينا نتفق قبل ان ما في تضارب، لا يوجد تضارب بين ادوار النقابات والجمعيات والروابط المهنية، ما يسمى بمراسلون بلا حدود مثلا، منظمة الصحافة العالمية، منظمة الإعلام العالمي، جمعيات الصحفية العالمية إلى آخره، هاي كروابط مهنية حرفية متعلقة بالصحفيين، يعني ما يدخلها إلا الصحفيين. ما في تناقض في أدوارها بين هاي التجمعات وبين النوادي، حتى وإن كانت النوادي أكثر تحرراً من القصة المهنية وأقرب إلى الجو الاجتماعي، لكن لازم نعرف أن يعني مسألة التطوير المنتمي للنادي أو المنتمي للنقابة، تطويره مهنياً، تطويره نفسياً، إعطاء مهارات جديدة، هذا يعني يمكن الـ الأمر الضروري اللي أنا أروح. يعني أنا ما أروح النادي عشان أشرب كوفي أكيد، يعني وأنا رايح النادي رايح عشان أستفيد أو رايح عشان أجد هناك ما لا أجده في مكان آخر. بس يمكن في جريدتي أو في مؤسستي جو عمل يعني أكثر جدية من النادي، فأنا أتصور أن كل المكانين ممكن يقدمون ورش عمل، كل العمل، كل واحد حسب العلاقات الممتدة اللي عنده. أنا أشوف أن الجماعة الشباب أو الإداريين اللي موجودين في النادي يمكن أكثر تفرغاً لإدارة هذه الأمور من المؤسسة الصحفية. يعني المؤسسة الصحفية تتعاون مع النوادي، تتعاون مع الجمعيات لإقامة مثلاً ورش عمل، لإقامة علاقات مع مؤسسات إعلامية في الخارج. أنا ممكن أتعامل مثلا جمعيه الصحفيين او مؤسسه البيان او الخليج او اي دار صحفيه يتعاونون مع بعض من اجل مثلا الاستفاده من علاقات بعض. فالشباب او الاداريين اللي موجودين في النوادي عندهم تفرغ، مش ملهيين بدوره العمل الصحفي اللي تستغرق يومهم كله، يعني هذا شغلهم الاداري، جالسين على مكاتب عندهم كل أدوات البحث، عندهم سكرتاريتهم، عندهم كذا، عندهم علاقاتهم، يستقبلون ضيوف من الخارج، هذا كله يتحول فيما بعد إلى أني أنا أوظفه
في صالح الصحفيين، بحيث انه عندهم مراسلات مع المؤسسات الصحفيه اللي في الخارج، شو الدورات اللي تستوي، شو الورش اللي تحصل، شو اكثر من الجريده. يمكن الجريده او التلفزيون او الصحيفه فيها اشخاص صحفيين مهنيين همهم ينتجون الخبر، همهم ينتجون الجريده، مو بهمهم ينظمون دورات، هاي مو بشغلتهم يعني. بس ممكن احيانا لما تكون المؤسسه الصحفيه ضخمه وكبيره وانترناشونال مثل ما يقولون، وعريقه في الزمن وعريقه وعندها تراكم، تعمل لها اقسام احيانا. انا اتذكر يعني لما كنت في البيان كان عندنا قسم للتدريب اسمه قسم التدريب الصحفي، وكان يعمل دورات. بس البيان في 2000 او في 95 كانت مؤسسه اصغر حجما، اصغر في عدد العاملين، اصغر حتى في امكانيات الطباعه، في اشياء كثيره كان اقل بالنسبه للزمن اتكلم يعني. لكن بعد مرور هذا الزمن كم صحفي زاد وكم قسم زاد وكم اشياء كثيره زادت في فبالتالي ما عاد العامل او قصدي الصحفي او مدير التحرير او رئيس التحرير عند الوقت اللي يتابع مين عمل دوره ومين سوى ورشه في الخارج وتعالوا ودوا وتعالوا جيبوا وتعالوا يعني. هذه يمكن لو عنده قسم للتدريب او قسم او جهاز للتدريب تمام جيد يقوم بهذا العمل. لكن ما المانع طالما انا عندي انديه موجوده والشباب قايمين بدورهم يتواصلون وعندهم علاقات داخل وخارج وما شاء الله عليهم يستقطبون صحفيين من كل مكان ويجونهم ضيوف، فبالتالي انا استفيد من هاي الامكانيات في اني انا اعمل علاقات مشتركه بينهم. بس هذا مو بالمفروض يظل في اطار الكلام النظري يعني. عاش سلطان تكتب مقال تقول دربوا الصحفيين واعملوا واعملوا، وهم يقولون نحن نعمل ونحن نعمل، بس الصحفي يبغي شيء على ارض الواقع. احيانا يكون في شيء على ارض الواقع بس ما يوصل للصحفي. احيانا نوادي الصحافه تعمل وتجتهد وعندها دورات والى اخره، بس نسبه الاستفاده من هذا الموجود اقل من المامول. وهني معناته ان في مشكله في الاتصال بين الصحفي المفروض يستفيد من الامكانيات وبين النادي او بين الجريده، في مشكله ما. ليش مو بقادر الصحفي يستفيد من امكانيات النادي؟ يعني لما النادي يقول لك انا اعمل دورات، لما جريده الخليج تعمل دورات، لما جريده البيان تعمل كذا، لما نادي دول الصحافه يعمل، وتلقى اللي يستفيدون اقل من المطلوب، اللي يذهبون اللي يتحمسون. نسال هذا السؤال لماذا؟ عشان بعدين يصير نوع من الاتهام ان ما يعملون ما يسوون لا يقوم بدورهم لا يعملون، بالعكس هم يعملون بس الاستفاده مما يعملون من اقل من المطلوب. انا لا اذهب، هل انا لا اذهب لان عندي انا المشكله، ولا انا ما وصلني الخبر، ولا هم ما تواصلوا معي يعني في مشكله اتصال وتواصل، ولا في مشكله اعباء علي انا ما اقدر اسير مشاكل يعني في التنقل في المواصلات، لان احيانا في مشاكل تعرقل اداء النوادي لوظيفتها، تعرقلها مو بانها ما تخليها تسوي، لا هي تسوي، لكن ما تخلي الصحفي يستفيد من هذا العمل. واعتقد نحن عندنا ناس في ويديرون المؤسسات النوادي وفعلا يعانون من هذا الامر، انهم يجتهدون ويحطون برامج ويتواصلون وكذا، بس يحسون بدال ما ان هذا اللي هاي الدورات يستفيد مثلا منها 100 صحفي، تلقى اللي يوم مثلا 10 20، طيب ال 80 وين راحوا؟ جمعية الصحفيين على سبيل المثال في نوع من التباعد يعني. اول ما اتذكر احنا من الناس اللي اسسنا الجمعية يعني كان الحماس والشغف والاقبال في البداية في السنوات الاولى، هذا تتكلم عن سنة 99 2000 يعني تتكلم عن 17 18 سنة، كان في شغف وكان في ذهاب وكان في ناس تحضر وتتفاعل وفي الاجتماعات، بعدين يبتدي الامر يخفض تدريجيا. انا اجد ان يعني امر مهم جدا ان نبحث في السبب الذي يجعل الصحفيين يتباعدون عن نقاباتهم او عن تجمعاتهم المهنيه او عن نوادي موجوده عشان تخدمهم. طيب ليش ابتعد انا؟ هل انا ابتعد لان عندي اسبابي اللي هي اسباب موضوعيه، مش اني ما ابغي
هاي مسألة مزاجية، لا أنا ما أذهب في فرق ما أذهب لأني والله مش على بالي أو مش على مزاجي أو أنا مستغني، لا أنا أبحث عن الأسباب الموضوعية العملية اللي نقدر نحلها. يعني هل ما أذهب لأن مشكلة مواصلات؟ هل ما أذهب لأن عندي أعباء اجتماعية وأنا ما عندي وقت؟ هل ما أذهب لأن ما وصلني خبر فبالتالي في مشكلة تواصل وإعلان؟ هل ما أذهب لأن ما يقدم ما أحس إنه ضروري وما يفيدني؟ هاي الأسباب يفترض إن إحنا نبحث فيها. أعتقد إن هاي أمر كثير مهم عشان نخلي ما يقدم من عمل ذو فاعلية وذو قيمة وذو مردود، لأن هذا ينصرف عليه أموال وينصرف عليه جهود وينصرف عليه وقت، فما يفترض أن ما يتم الاستفادة منه. وجهة نظري أستاذة حصة كما أشارت الدكتورة عائشة أن لابد أن يكون في تكامل بين المؤسسات المهنية أو النقابات المهنية والصحف والقنوات التلفزيونية أيضا والأندية الصحفية علشان نقدر نوصل للهدف المطلوب اللي هو تطوير العمل الصحفي أو دفعه إلى مزيد من التطوير. إذا جينا لنقطة التكامل، حضرتك شايفة إزاي التكامل بين الصحافة والتلفزيون أو التكامل في قطاع الإعلام ككل لدفع المجتمع إلى مزيد من التطور والازدهار؟ أنا في تصوري إن الإعلام واحد وهموم الإعلاميين موحدة، يعني ما أعتقد تتجزأ. هذا صحفي هم أكبر من هم مثلا قارئ النشرة أو المذيع أو معد البرامج. الهم الإعلامي واحد، لكن اليوم إذا أنت بتحقق لهذا الإعلامي المكان الأمثل اللي يقدم لك كل ما قد يحتاجه أو يقدم لك البيئة التي تخدم، مثل ما قالت الأستاذ عائشة إن إحنا إذا حققنا له. بس أستسمح حضرتك شوية الميكروفون بس عشان يسمعوا، الصوت مش واضح، بس لو حضرتك قرب الميكروفون شوية. كذي؟ تمام. أنا أعتقد إن مثل ما النوادي مطالبة بأنها توفر كل السبل اللي بتخلي الإعلامي عموم، بقول الإعلامي على وجه العموم، أنا متعصبة للإعلامي العام مو بالصحفي، خليت الصحفي عند عائشة، فأنا بقول الإعلامي. الإعلامي عموما مطالب إن هو يتجاوب مع ما يقدم له، مثل ما قالت أخت عائشة إنه يصرف على هذه النوادي، وأيضا هناك أناس عندهم الاستعداد إن يقدمون كل الجهد، والدليل بناتنا اللي نشوفهم ما شاء الله. وطبعا أثني على جهود الأستاذة هدى الدحل وزميلاتها الحقيقة اللي حسسونا أن الدنيا بخير وأن الإعلاميين بخير، لأنهم إن شاء الله بيقدمونهم كل ما يمكن أن يدفعهم بالتواصل مع هذه الأندية، باعتبار أنها ممكن نخرج منها بنتائج قد تضيف على العالم الإعلامي تميز معين. وأعتقد أن هذا هدفنا كلنا، أولنا يعني الصحفيين، مش اللي يتمنون أن هذا المقر أنه يكون رافد لهم لثقافتهم ولراحتهم النفسية عشان يعطونا أكثر، لأن مثل ما أكرر وأقول ما تزال مهنة الإعلامي هي مهنة المتاعب. تمام يا أستاذة. إذن إحنا بنؤكد دائما على فكرة التكامل والتوحد والتواحد لأجل الوصول لأهداف اللي هي الأهداف اللي كله بيرجوها الأهداف الإيجابية. إذا جئنا إن إحنا نخرج من الجلسة يعني بتوصيات ملموسة تجاه الأندية الصحفية ككل، لو جينا للجزء المفتقد، يعني خلينا نخرج بنظرة على الجزء المفتقد إن إحنا نكمله، لو ركزنا على الجزء المفتقد في النقابات المهنية العاملة في وسائل الصحافة والإعلام في العالم العربي ككل أو الأندية الصحفية، إيه اللي ممكن نضيفه نخرج به إلى مزيد من تطوير مهنة الصحافة والإعلام؟ أنا ما يخصني في العالم العربي، أنا بتكلم عن بلادي، بتكلم عن الإمارات، لسبب ما خوفاً ولا شيء، لا، لأن أنا أتصور أن لكل بلد طبيعته ولكل بلد تحدياته، وأيضاً لكل بلد نوع التطور اللي حصل في وسائل الإعلام اللي فيه، ونوعية الصحفيين العاملين في مجال الصحافة أو في مجال الإعلام في دولة مثل الإمارات تختلف بالضرورة عن نوع يعني العاملين في المجال الإعلامي الصحفي في مصر مثلا. هني الاختلاف جاي في
الجنسيات، الثقافات، الموضوعات اللي تشغلهم. نحن أكثر عالمية في طرحنا للقضايا من المجتمعات العربية اللي مهتمة بأمورها الجهوية والمحلية والخاصة. نحن بسبب أن هذه المجتمعات مجتمعات يمكن تتكون من شعوبها، نحن نتكون من شعوب مختلفة، ولذلك إعلامنا أو صحافتنا تخاطب شعوب كثيرة. من هنا أنا يعني أرى بأن المؤسسات الصحفية عندنا والنقابات والنوادي وإلى آخره عليها عبء استقطاب شرائح وثقافات وجنسيات مختلفة من الصحفيين اللي يأتون للنقابة أو للمؤسسة كل واحد بثقافة مختلفة. لازم لما يدخلون البيت الصحفي، سواء هذا البيت الصحفي كان جريدة أو تلفزيون أو حتى على فكرة ترى حتى اللي يجلس على نشرة الأخبار في التلفزيون يسمونه صحفي ما يسمونه إعلامي، فيعني ولو أنه إعلامي فما في مشكلة. ويحضرني بس عشان أطلع من هذا الحديث شوي شي بسوي خروج بسيط على الناس، أذكر أول ما ناقشنا تأسيس جمعية الصحفيين إحنا كنا 7 أشخاص المؤسسين لجمعية الصحفيين، كنا 5 نساء وشابين، وكلنا كنا في المجال الصحفي، كلنا كنا صحفيين. كان هذا سنة 2000، وأذكر أن الجمعية التأسيسية عقدت في قاعة في غرفة التجارة والصناعة في دبي، فالحضور كان ما في مكان يعني كان فل، بس الإعلاميين اللي يونا من تلفزيون، إذاعة، المجلات واللي تطلع من مؤسسات اللي هي أقسام العلاقات العامة، مجلات المؤسسات يعني مؤسسات مثل الشرطة والبلدية كلها ترى عندها مجلات يكون عندها، فهذيلا كانوا أكثر حتى من الصحفيين اللي جايين من المؤسسة الصحفية، فهم احتجوا إن ليش إحنا مش مشمولين، كان لازم نصوت على ماذا يقصد بالصحفي اللي الجمعية تعطيه كرت الصحافة. فنحن كنا مصرين على أن حاطين تعريف في النظام الأساسي للجمعية أن الصحفي هو الذي يعمل في مؤسسة صحفية، جريدة صحفية يومية، ويكون دخله ورزقه وحياته معتمد على عمله في الصحافة. يعني مش واحد يكتب مقال من بيتهم في الجريدة هذا صحفي ويصير أعطيه كرنيه، لا، لازم يكون يمارس العمل الصحفي ويشتغل في مؤسسة صحفية معترف فيها. المجلة قلنا يومها، لحد حين يعترض علي أنا أتكلم عن ماضي، يومها قلنا اللي يشتغل صحفي في مجلة هذا مو صحفي، لأن هذا موظف، موظف علاقات عامة عطوه هاي المهنة. المهم طبعاً وشباب الجيش يومها اعترضوا وطلعوا وحرجوا ولا آخره، وإحنا طبعاً سكتنا وعلى قولتنا في التعبير المحلي اعطيناهم بلابس، بس ما بهاي المقصود، إن هاك اليوم كان الموضوع جديد وإحنا حديثين خبرة في الموضوع وكنا متحمسين وكنا نبغي، لكن طبعاً بلا شك إن الإنسان يزداد مع مرور الأيام خبرة ويزداد معرفة ويصبح أقل تعصباً وأكثر مرونة، ويعرف أن الإعلام بناء وبيت كبير جداً وكذا، لكن لا زالت جمعية الصحفيين متمسكة بالتعريف، ولا زالت لليوم تعطي بطاقة صحفيين للي يشتغل في الصحافة، بس أعتقد أنه بدأت تعطي للي يشتغلون في المجلات وإلى آخره. المهم أن التوصيات اللي حضرتك تفضلت فيها، أنا يعني أتمنى أن يكون هناك عمل أكثر بروز على الساحة، لأن أنا أشوف أن صحيح الصحفي يروح الجريدة ويؤدي شغلة وعنده سيارته وعنده راتبه ويكتب المطلوب منه ويؤدي ويروح وخلاص، يعني شيء خلصنا. يعني أعتقد أن في مشاكل في بيئة الصحافة إذا ما قدرت المؤسسة تحلها
لأن الصحفي في صحيفته بلا شك يتعرض أحياناً لضغوطات، يتعرض لعملية تعنت، يتعرض لفصل، يتعرض لتجاوز على حقوقه بلا شك. لا حد يقول لي نحن عايشين في المدينة الفاضلة، في كل مكان في الدنيا، حتى في بريطانيا، حتى في أمريكا، ولا ما كان هناك نقابات. لو الإنسان في هالدول الكبيرة الديمقراطية القانونية كل شيء ماشي يعني على خط مستقيم، ما كانوا عملوا لا روابط ولا جمعيات ولا سووا أي شيء، ولا كان في برلمان ولا كان أي كلام، كل الناس ما أخذوا عاشوا في المدينة الفاضلة. لا، يستوي التجاوز، طالما إنسان يتعامل مع إنسان لازم تستوي خلافات، تستوي كذا، هذا شيء عادي أبدا مش غلط. الجيد أن الإنسان نفسه اللي يختلف مع أخيه الآخر في المهنة ويتجاوز عليه ويظلمه وإلى آخره، هو نفسه هذا الإنسان اخترع الجمعية واخترع القانون واخترع عشان ينصف بعض. فيفترض أن يتم تفعيل القوانين، يفترض أن يتم تفعيل القوانين، يفترض أني أنا لما يكون في مشكلة تنحل فعلا عن طريق الجهة اللي موجودة عشان تنحل المشكلة. مش معقول أنا أعاني من تعسف ومن ظلم وإلى آخره في جريدتي وأنا ما تقدر الجمعية تساعدني في استرداد حقي. إذا ليش موجود الجمعية؟ موجودة عشان أنا أروح أشرب كوفي وفي رمضان يسووا لي فطور وسير أفطر وأفطر في بيتنا؟ ما أعتقد أن هذا أمر يحتاج الصحفي. هذا جو اجتماعي أحتاجه كمكمل، بس مو ضروري. الضروري أني أنا إذا تم التجاوز علي أو تم مثلاً، وأحياناً مش بس أنا يتجاوزون علي، أحياناً أنا الصحفي أتجاوز، أحياناً الصحفي يرتكب أخطاء ويفترض أن نوقف في وجهه. يعني لا نصور أن الصحفي هو الحمل الوديع اللي دائماً ظالمينه ودائماً هو، لا، أحياناً الصحفي يتجاوز أخلاقيات مهنته، أحياناً يتجاوز أخلاقيات المهنة. ولذلك الجمعية يكون عنده شيء يسمونه في كل مكان ميثاق الشرف الإعلامي، لازم نلتزم بهذا الميثاق. فالصحفي اللي يتجاوز الميثاق لابد أن يحاسب، تحاسب جريدته، تحاسبه، ما يترك الأمر والله هو غلط، هذا مب يالس في بيته وغلط. هاي مهنة يفترض أن احنا نرتقي فيها كلنا. أي إنسان تصدر للصحافة سواء كان جريدة، تلفزيون، نقابة، نادي، يفترض أن تحط المهنة نصب عينها ويكون هدفها الدفاع أو الارتقاء بالمهنة وبالعمل الصحفي نفسه. ولذلك يعني نحن من فترة طويلة في نوع من الخفوت في النشاط الصحفي بالنسبة لجمعية الصحفيين عندنا، بالنسبة لي يمكن بعض، عشان ما نظلم الناس يعني، نعم في بعض المؤسسات الصحفية تعمل دورات ولا زالت أقسام التدريب موجودة عندها، النوادي شغالة، نادي دبي للصحافة ما شاء الله عليهم يعني قاطعين شوط كبير. ولأني أنا من داخل هذا المكان واشتغلت معهم في كثير من جائزة الصحافة، فالشباب جادين في موضوع الارتقاء بالمهنة عفواً عن طريق هاي جائزة الصحافة العربية، واحدة من الإنجازات الكبيرة في الحياة الصحفية الإعلامية على فكرة. وخلونا نتذكر أن اللي عامل أكبر جائزة وأهم وأشهر جائزة في العالم العربي هو نادي دبي للصحافة. ليش أقول نادي دبي للصحافة؟ وأكيد نادي الشارقة للصحافة بيأسس لشيء وبيكون إضاءة. أنا أقول هالكلام لأن هاي الجوائز الكبيرة المشرفة يفترض حسب المقولات السائدة أن تعملها مؤسسات عريقة في العالم العربي، صار لها 150 سنة في عالم الصحافة، دول عريقة في الصحافة. مع ذلك الإمارات البلد الصغير، البلد الحديث، البلد اللي يمكن خبرته وتاريخ الصحافة فيه تاريخ يعتبر لو قارناه طبعا بدول عربية أخرى يعتبر هو يمكن في آخر القائمة بالزمن، أتكلم بالزمن، ومع ذلك هذا البلد قدر أنه
في ظرف طبعا اكيد اكيد الامور الماديه لها علاقه، لكن المال مو هو الشيء الوحيد، المال عصب محرك اكيد، لكن هناك اراده سياسيه وهناك اراده عند الشباب اللي يشتغلون في هاي المؤسسات الصحفيه او النوادي، اراده حقيقيه. انا اعرفهم من الساعه 8 لين الساعه 8 و9 في الليل في النوادي يشتغلون ويسافرون ويجتهدون ويعملون بروح الفريق وهذا اللي ينتج هاي الاعمال الكبيره اللي تستوي. يعني جائزه دول الصحافه لابد من الاشاره لها فعلا، لانها فعلا علامه مضيئه في تاريخ او في عالم الصحافه العربيه. اليوم اصبحت جائزه خلاص رسخت نفسها وعملت لها اسم كبير، وحمل هاي الجائزه كبار الصحفيين في العالم العربي. اعطوني اي اسم كبير في عالم الصحافه في العالم العربي من كتاب الاعمده من رسامين الكاريكاتير الكبار جدا من اصحاب الوزن الكبير ما حمل اسم جائزه دبي للصحافه وما وقف على منصه الجائزه وتسلم جائزته. هذا على فكره يجب ان لا نمر عليه مرور الكرام ونعتبره يعني علاقات عامه. هاي مش علاقات عامه، هذا انت جالس تزرع وتجذر في الارض وفي البنيه الصحفيه في دوله عمل حقيقي ستتوارث الاجيال. والبارحه الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره كان يتكلم عن مئويه الامارات، نحن نجهز الامارات لمئة سنه قادمه. ولذلك الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره من فتره لما القى محاضرته شو قال حق الشباب؟ قال لهم نحن اليوم نبني لكم هذا كله عشان لما تتسلمون اشياء قويه وتكملون الطريق. الصحافه والاعلام جزء من هذه المكملات، جزء من هاي الادوات اللي بيستلمونها شباب وبيكملونها. ولذلك عشان تكون قويه لازم الكل يشتغل عليها. هذا اللي حضرتك قبل شوي تكلمت عن التكامل، ان ما في حد يشتغل بروحه. يعني ما انا اقول لا والله انا نادي دبي للصحافه ما بحد يتدخل في شغلي، او انا جريده الفلانيه ما حد، لا لا لا، ما في حد يتدخل يقطع عليك عمل. نحن ما نقطع على بعض، نحن نمشي مع بعض مثل ما يقولون باراليل او بالتوازي مع بعض. لا نقطع ولا نضايق ولا ناخذ من طريق بعض ولا لا، نحن نتكامل. ما لا تستطيع انت ان تعمله اكمله انا. وانا هذا اللي قلته قبل شوي، قلت ان في انديه الصحافه في موظفين شغلتهم انهم يتابعون ويشتغلون وريسيرشز وكذا، عندهم السكيلز والمهارات، بينما الناس في الجريده تبغى تشتغل تنتج الجريده، تبغى تصحح الخبر تتابع الخبر، ما عنده وقت حق مين عمل دوره ومين. فنحن نتكامل. فانا اتصور ان الى اول توصيه ان يتم تكثيف التعاون بين المؤسسات الصحفيه، المؤسسه اللي تنتج الجريده والبرنامج والاخره، وبين الانديه، لان الانديه عندها امكانيات كبيره وعندها شباب فعلا مؤهلين، فتستفيد من مهاراتهم وتستفيد من علاقاتهم وعلاقاتهم خاصه بالمؤسسات الصحفيه الكبيره برا، ان توديها الصحفيين تخليهم يروحون يطلعون على التجارب الاخره، واذا كان موجود تكثف اكثر وتزيد اكثر، لان هذا كله في النهايه يصب في صالح تمكين الصحفي و بناء عالم او يعني بنيه صحفيه قويه في دوله الامارات. اسفه طولت عليكم بس كلمه كان لازم تنقال. وتظل دوله الامارات يعني دوله لها دور بارز على الخريطه العالميه، واستطاعت ان تحقق ما لم كثير من الدول تستطيع تحقيقه. استاذه حصه، في عند حضرتك اي اضافات تحب تضيفيها؟ اعتقد ليس هناك ما يقال بعد حديث الاستاذ عائشه. يعني مثل ما قلت أنا رأيي عام لكل الإعلاميين، وأتمنى أن يوجد المقر الذي يخدم الإعلامي فعلا، وأتمنى أن تكون فعلا النوادي حاليا في الشارقة ومن قبل في دبي أنها تكون يعني معنية بهموم الإعلامي الحقيقي، ليس صحفي فقط، وأكرر ليس صحفي فقط، الإعلامي في كل مكان. الآن حتى المصور في ظل كل التداعيات العالمية، المصور التلفزيوني أو الذي ينقل الحدث من مواقع الحروب، ألا يحق له أن يكون له ملاذ يعني يحتوي ويحتوي أيضا معاناته؟
طبعا الأستاذة عائشة همومها الصحفية أكبر وأنا همومي الإعلامية، فأتمنى أن احنا تتوحد الرؤى وأن يكون النادي هو شامل لنا جميعا. صحيح يا أستاذة، وإحنا النهاردة يعني ده خير مثال لتوحد الرؤى والأفكار، قامة صحفية كبيرة وقامة إذاعية وتلفزيونية كبيرة، وحين نقول الصحافة بالتأكيد نقول التلفزيون. لا لا. نعم. فهو نعم فندم. طيب لو حد عنده أي سؤال في 10 دقايق، لو في حد محتاج يوجه أي سؤال للأساتذة الكرام، تفضل أستاذ. السلام عليكم، دكتور محمد نصر الدين رئيس قسم التحرير والنشر من جامعة الشورى. أنا بس ليه استفسار، هل من الممكن أن يحصل قريبا تطور في أداء الأندية الصحفية، ليس فقط في تقديم خدمة سواء كان اجتماعية أو تدريبية، إلى أكثر تطورا تكون لها دور تنظيمي، دور إشرافي على ممارسة المهنة، دور إن تبدأ تبحث في العلاقة التنظيمية ما بين المؤسسة الصحفية وبين الصحفي، دور إن هي تسمح لمن يمارس المهنة، دور إن هي تكون كإشرافي على تنفيذ مواثيق وآداب وأخلاقيات المهنة. بس شكرا. شكرا أستاذ محمد. هو سؤال أستاذ محمد أعتقد أساتذة يقوموا بالإجابة عليه، بس أنا أرى أن هو يعني سؤال نقابي تختص به جمعية الصحفيين والنقابات الصحفية والأساتذة. أنا فاهم سؤالك، وهذا السؤال يمكن موجود في بعض إجابته موجودة في بعض الممارسات العربية، أن الصحفي مثلا يتوظف في الجريدة إذا عنده كرنية صحافة، إذا اعترفت فيه النقابة هو اللي يمارس المهنة في كثير من الدول العربية. مثلا إذا اعترفت النقابة بأن هذا مطرب يمارس كذا، إذا لازم تعترف النقابة، يعني يأتي دور النقابة أولا، وهذا نوع من إعلاء لشأن النقابة فعلا، ويدخل الموضوع أن يدخلون بتنظيم العلاقة بينه وبين الجريدة، وإذا فصلوه ممكن يردون بأمر النقابة، وإذا هذا لأن النقابة اختصاصها أكبر بكبير من الجمعية. نحن هني أنا قبل شوي قلت أنا أتكلم عن الإمارات، الإمارات فيها جمعية ما فيها نقابة، الجمعية تعريفها مؤسسة ذات نفع عام وليس تجمع نقابي كما هو موجود فيه، ولذلك لا تستطيع أن تتعدى هذا الدور إلى الدور اللي حضرتك تكلمت عنه. تفضل. السلام عليكم، دكتورة إنجي خليل، كلية الاتصال جامعة الشارقة. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في الجلسة المفعمة بالحيوية والخبرة الإعلامية الكبيرة. الحقيقة أنا عاوزة أتكلم دايما على الدور اللي إحنا بنقدمه في المؤسسات الأكاديمية. إحنا بنحاول نعد ونؤهل طلبتنا في مجال التخصصات المختلفة، وأنا أتفق مع الرؤية اللي قدمتها أستاذة حصة العسيلي بتتكلم عن إنه الإعلام واحد وهموم الإعلاميين واحدة. فأنا دايما وزملائي في العمل الأكاديمي نؤهل الطلاب لممارسة العمل الإعلامي على اختلاف التخصصات، العلاقات العامة، الإعلام الإلكتروني، راديو أند تي في، ممارسة العمل في مجال السوشيال ميديا، بنتكلم دايما عن ما يجب أن يكون. لكن من وجهة نظر حضراتكم في ممارسة العمل الإعلامي لسنوات طويلة، أهم الصفات والخصائص والمعايير التي يجب أن يتصف بها دارس الإعلام وممارس الإعلام في المستقبل. نحن نتحدث عن طلاب الإعلام باعتبارهم إعلامي المستقبل، فأحب أخذ من خبرة حضراتكم أهم النصائح وأهم الصفات التي يجب أن يتميز بها طالب الإعلام، خاصة أنه عندنا بيحضر الجلسة عدد من طلابنا وطالباتنا، وأشكركم. أولاً الإعلامي يجب أن يكون مسكون بالشغف، يعني أن يعتبر نفسه جندي في معركة، ومعركة الإعلام مش سهلة، وأن يكون لك صوت وأن يكون لك قلم واضح ومتوازن. أعتقد أن هذا من أهم صفات الإعلام الناجح. وأيضا حتى واجهتك وأنت على شاشة التلفزيون أيضا يجب أن تحمل من الصفات ما تؤهلك أن تكون إعلامي متوازن تمثل وطنك خير تمثيل. إعداد الطالب من السنة الأولى أو من الخطوة الأولى في الإعلام، أنا أتصور أن يجب أن يأتي الإعلام ليس لأنه لم يجد مجال آخر،
يجب أن يكون عن سابق تصميم، أن يكون إعلامي وأن يتحمل كافة المشاق والمتاعب. كثيراً أسأل، بديتي عام 65، كيف تحملتي؟ قلت لهم لأني أنا محظوظة، مجتمعي وناسي في الإمارات وفي الشارقة على وجه الخصوص، أن أنا مجتمعي احتواني، مجتمعي سندني وما زال إلى اليوم يسندني، فكنت محظوظة بهذا. لكن اليوم المصاعب الحياة كثيرة، يمكن الإعلامي إذا ما كان متوازن، إذا ما كان صادق مع ذاته ومع مهمته، أنا أعتقد أنه أفضل له أن ينسحب من ساحة الإعلام. هنستسمحكم بس ده يكون آخر سؤال عشان الوقت. تفضل. بس بضيف على كلام الأستاذة، وما في إضافة على كلامه، لكن بس بقول رأي بسيط. يعني كثير من الصحفيين يعتقدون أن عشان أكون صحفي لازم أكون دارس صحافة. أنا أعرف كثير من الصحفيين ما درسوا صحافة وكانوا من مشاهير الصحافة. هذا ما يعني أن الدراسة والعلم مش مهمين، بالعكس الدراسة والعلم مهمين جدا، لكن ليس الشرط الوحيد. يعني خلى يعني بنقاط بسيطة بقول، الدراسة والعلم شيء ضروري، أن يكون عند دارس الإعلام قضية مؤمن فيها يريد أن يستخدم الإعلام للإضاءة عليها ولإيصالها للناس، لازم يكون عنده رغبة. حضرت مرة دورة في تقنيات الكتابة الإبداعية، وقف المحاضر في أول جلسة، كان في القاعة يمكن 50 طالب، كان في جامعة 50 طالبة، فقال رحب فيهم وإلى آخر، بعدين قال يا جماعة اللي عنده رغبة أن يتعلم يكتب رواية، واللي عنده ما أدري كذا، واللي عنده وحاول وما قدر، واللي بنمشي معاهم للنهاية. لكن بسألكم سؤال، أي واحد جالس في القاعة ما عنده رغبة في هالموضوع يطلع برا؟ وفعلا في على الأقل 7-8 أشخاص طلعوا برا. قال لهم ممكن أتحمل إنسان كسول ما عنده مزاج يمارس الكذا، لكن ما أقدر أخلي إنسان ما عنده رغبة يستوي عنده رغبة. يعني الرغبة في العمل الصحفي هذا أمر كثير مهم. الشيء الآخر، الثقافة والاطلاع المستمر. ما في صحفي إعلامي يمارس العمل لا يفتح كتاب، لا يفتح جريدة، لا يفتح انسيكلوبيديا، لا يفتح إذاعة، لا يتابع أخبار، لا يسافر، لا يجلس ويا الناس، جالس في كهف. كيف هذا بيكون صحفي؟ يعني أنا فعلا دربت طلاب لما كنت في الجريدة، دربت طلاب يجوني في التدريب، ما كنت في حياتهم فتحوا كتاب. آخر كتاب قروا كتاب المقرر، الجريدة ما يقرونه. أوه لا ما نبغى نقرأ جرايد. شفتوا الأخبار؟ أوه لا ما نبغى نشوف الأخبار. ليش تدرسون إعلام؟ الإعلامي إذا ما تابع باستمرار ماذا يحدث ما بيكون إعلامي. يشتغل في تلفزيون كذا لازم يعرف التلفزيونات. نحن عندنا اجتماع صباحي كل يوم، شو نسوي فيه في الجريدة؟ نشوف الجرائد الثانية شو كاتبة، شو فاتنة، شو كذا إلى آخره. المتابعة والثقافة والاطلاع على ما يحصل في بيئتك وفي البيئة المحيطة وفي الخارج أمر كثير مهم. هذا اللي لازم، ولذلك طلاب الإعلام يطلعون عندهم كسل ذهني، يعني نادرين الناس اللي تلقى في داخلهم حرارة العمل، يبغى يروح تعطيه عمل، لا ما أقدر تعب، سيري يا بنتي غطي كذا، أو لا حر. ما في شيء اسمه في الصحافة أو لا حر، برد، تعبانة، في رقاد، ما أدري إيش بسيرت، لا شغلتي أول شيء لازم أسويها. هذا اللي تعرف إن إنسان قلبه على المهنة، يعني في هاي الرغبة ما أدري يعني يعبرون عنها. ممكن أيوع، أنسى أكل طول النهار، نسيت حتى أتغدى. ليش؟ لأن كنت أبغي أخلص الصفحة واقفة ويا المخرج. وأنا أتذكر لما كنت أنفذ صفحتي مثلا المسؤولة عنها في الجريدة لين الساعة 6 جالسة ويا المخرج، أنسى أني أنا ما تغديت مثلا. هذا الإنسان هو اللي تعرف أنه بيكون فعلا في يوم من الأيام إنسان ذو شأن. أما اللي عاطل نفسي مثل ما تقول، نقول في الدارج عاطي نفسي علهون،
واخر شيء ويبى يستريح ويبى ياكل ويبى يتلبس ويبى يوقف عند هالمنظره 10 ساعات، والوقت اللي بيتم بيسوي حق المهنه. هذا معنات المهنه هاي اذا كانت في اخر الاولويات معناته يصير دور لشغله ثانيه يعني. طيب معلش سامحونا ان الوقت احنا في ورشه ثانيه بعدنا. طيب اتفضل اخر سؤال اتفضل. انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا شخصيا مهموم بيه وكل اللي بيشتغلوا في الصحافه الورقيه مهمومين بيهم. هل انتوا عندكم رؤيه لاطاله عمر الصحافه الورقيه في ظل الـ يعني الاشاعات، انا مسميها اشاعات، ان الصحافه الورقيه عمرها لن يطول لحد 2025 بعد دخول الغول اللي اسمه الصحافه الالكترونيه والفضائيات وكل الصحافه المنافسه، ولكن ستظل الصحافه الورقيه هي الاصل. هل في رؤيه لنادي صحافه الشارقه لاطاله عمر الصحافه الورقيه؟ دي حاجه. الملاحظه الثانيه انه حضرتك بتقولي انه النقابه قبل الجورنال او الصحيفه او وات ايفر اللي بيشتغل فيه، هو المفروض العكس يعني البيضه الاول ولا الكتكوت؟ لا انه هو الصحفي لازم يروح الجريده الاول ويتم تاهيله ثم يعتمد من النقابه. يعني هل النقابه عندها اليات الاختبار انها تقول هذا الشخص بقى جدير انه ينزل السوق الصحافه ولا لا؟ انا من رايي انه لازم يروح الصحافه الجريده الاول، والجريده هي اللي تتقدم للنادي او للجمعيه او للنقابه تفر اسمها ايه في المكان اللي هي بتصدر فيه، وهي اللي تدي له ده. وشكرا. السؤال الاول استاذ محمد صح؟ محمد احييك واحيي تجربتك، تجربه الاخبار طبعا الاخبار المصريه. ما اعتقد هذا سؤال، هل لديكم رغبه في اطاله عمر الصحافه؟ ايوه كلنا يعني الرؤيه. ما هي بس المشكله ان هاي قصه مش بايد حد يعني، لكن انا اتصور ان الورق لن يختفي. الورق بشكل عام لن يختفي. هو اللي يحصل ان الورق جمهوره انسحب بشكل كبير الى الوسائل التقنيه نتيجه تفشي هاي الظاهره ونتيجه تحولها الى سوق غول عملاق. يعني في اليات كثيره تشتغل على ان كل شيء يكون ورقي في ظل ازمات اقتصاديه، في ظل جيل تم تاهيله نفسيا عقليا جسديا على ان يستخدم التابلتس والايباد والى اخره، اسهل وما ادري كذا والى اخره يعني، فصار الميل. لكن الى الان الى حتى هاي الساعه طبعا انا اشوف ان الناس تستعد للالكتروني اكثر ما تستعد للورقي، يعني في السيناريو قصدي اذا كان هاي هي الرؤيه اللي اشوفها انهم ياسين يستعدون حق سيناريو التقنيات. في مثل يقول اكذب 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 يصدقك الناس. فانت لما في الصحافه احيانا على فكره الحين ما تاخذون علي كلام وتهاجموني، الصحافه احيانا تروج مقولات غير دقيقه طالما غير مبنيه على حقائق واحصائيات تعتبر غير دقيقه، فتروج لين تتحول الى حقائق. صرنا متاكدين ان الشباب لا يقرؤون، انا ابى احصائيات ان الشباب لا يقرؤون. عيال اللي مستوي معرض الشارقه للكتاب انا ما احصل مكان ادخل في المعرض، عيال هذا ليه منو اللي يشترون؟ ترى الناس تقرا معناته احيانا في اي مجتمع 100% الناس تقرا، ما بكل الناس تقرا، بس قصه لما تقول لا يقرؤون انت تنفي فعل القراءه نفيا كاملا. لا يقرؤون، ما تقول يقرؤون بنسبه كذا لا لا يقرؤون، سديت الباب. فانا اتخيل ان ما في شيء بيختفي، قالوا الاذاعه بتختفي ولا اختفت، وقالوا الصحيفه بتختفي، وقالوا التلفزيون بيختفي، كل ما تطلع وسيله يبشرون باختفاء ما قبلها، لكن ما في وسيله اختفت اعتقد، هو فقط جمهورها الوسيله الجديده تسحب من جمهور الوسيله
القديمة حسب نشاطها وحسب جهودها وحسب فاعليتها وتألقها بين الناس. شكراً، إحنا وايد تجاوزنا الوقت. جلسة معكم جميلة. معلش سمحونا، طبعاً الحديث عن الصحافة والإعلام يحتاج إلى أيام وليس ساعات. يقولون أنها مهنة البحث عن المتاعب، ولكن الحب والشغف يمحي كل المتاعب. شكراً جزيلاً للدكتورة عائشة سلطان والأستاذة الكبيرة الأستاذة حصة العسيل، وشكراً لحضوركم. شكراً جزيلاً.